نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات اللي وصلنا من خلالها إلى آخر فقرات أمسيتنا، وتحديدا مع دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة الشارقة، حيث نظمت الدائرة ندوة بعنوان التجربة الإماراتية لتمكين المرأة اقتصاديا في الإمارة، وذلك في إطار اهتمامها وحرصها على تنمية المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، والتي توليها استراتيجية الدولة اهتماما كبيرا باعتبارها ثروة وطنية، وذلك لتمكينها في ظل بيئة العمل التنافسية بل وتعزيز قدراتها في مجال ريادة الأعمال. حول ندوة التجربة الإماراتية لتمكين المرأة اقتصاديا، يسرنا الترحيب بالأستاذة نورة يوسف بن صندل، نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. مساك الله بالخير، حياك الله معنا أختي نورة. الله يسلمك. الله يسلمك. يعني بالتأكيد هذه الندوة نظمت ووضعت مجموعة من الأهداف التي تسعون لتحقيقها من خلال تنظيم مثل هذه الندوة، لتأتي تماشيا مع استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية. أبرز الأهداف التي نظمت هذه الندوة من أجلها؟ في البداية أحب أشكركم على استضافتكم لي في برنامجكم المتميز. لا. أماسي. العفو. الله يسلمك. طبعا تم تنظيم هاي الندوة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتوجيهات قرينة سموه الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي، وكذلك دعم من سعادة سلطان عبد الله بن هد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في بهدف تعزيز دخول المرأة الإماراتية في مجال العمل الاقتصادي، كون أن دولة الإمارات تبذل جهودها في عملية المساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص في هذا المجال. صحيح. وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة أصبحت إطارا مرجعيا كذلك لكثير من المؤسسات الخاصة والحكومية لتكوين هذه البرامج والمبادرات في الخاصة بالمرأة. جميل. فمن هذا المنطلق تم إعداد وتنظيم هذه الندوة. جميل جدا. طيب، استهدفت من خلال هذه الندوة كل من يمتلك رخصة مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية، سواء كانت رخصة فعالة يعني من خلال محل تجاري، أو حتى رخصة من رخص الاعتماد، أم هناك كذلك فئات أخرى، وكم بلغ مجموعهم أو عددهم إذا يحضرك الرقم حاليا؟ صحيح. فالحقيقة نحن حاولنا أن نشرك أكبر عدد من سيدات الأعمال في هذه الندوة، ولكن في إطار الجلسة اللي تم تنظيمها تم تخصيص 4 من سيدات الأعمال للتحدث عن مشاريعهم الرائدة، فكان بمختلف الأنشطة الاقتصادية حاولنا احنا ننوع فيها على أساس أن يثرون الجلسة بالمعلومات اللي ممكن يستفيد منها الحضور من خلال تجاربهم، من خلال طرح أفكارهم كيفية بدء المشروع، وكذلك الصعوبات اللي واجهتهم منذ تأسيس مشروعهم، وكذلك المقترحات اللي قدموها كذلك للحضور على أساس أن كيفية بدء المشروع في بداية تأسيسه. جميل. سلطت الضوء على 4 نماذج أستاذة نورة مثل ما تفضلتي، وهل هذه النماذج كانت مختلفة في نوع المشروع أم كانت نوعا ما متشابهة، خصوصا بأن هذه المشاريع حصلت على الدعم من الجهات الممكنة هنا في إمارة الشارقة؟ كان عندنا في الحقيقة 2 من اللي هم رخص اعتماد، وكانت أنشطتهم تختلف. من في كان نموذج عندنا صاحبة ترخيص لمجوهرات الثمينة. جميل. قبل ما نتوسع في الحديث عن الرخص أو عفوا عن يعني المشاريع المشاركة معكم، نوضح فقط للسادة المشاهدين ما هي رخصة اعتماد. بالنسبة لرخصة اعتماد، هي رخصة منزلية يتم منحها لسيدة الأعمال، وممكن هي تمارس نشاطها كأي نشاط من خلال المنزل. فهاي بالنسبة لرخص اعتماد بدون أي تكاليف أو رسوم ممكن تكون على عاتق سيدة الأعمال. جميل.
فتكون بداية بالنسبة لها أو أول خطوة لدخولها السوق. جميل. المشاريع اللي شاركت معاكم قلتي لي كانت متنوعة. كانت متنوعة، منها من رخص اعتماد اثنين، وكان عندنا كذلك من رائدات الأعمال كذلك اثنين نموذجين، فكانت لهم عضوية كذلك في مجلس سيدات أعمال الشارقة. فهاي العضوية كذلك يعني أتاحت لهم الفرصة أن يتحدثون، أن يدخلون لمجال العمل الاقتصادي مع الحصول على الكثير من الاستشارات والحصول على البرامج التوعوية كذلك من خلال مجلس سيدات أعمال الشارقة. جميل جدا. أنا استأذنت أستاذة نورة في أن كذلك تنضم إلينا في هذه اللحظات وعبر هذه المداخلة الهاتفية الأستاذة أمل حبش، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، لتحدثنا كذلك عن هذه الندوة. مساك الله بالخير وحياك الله معنا. مساكم الله بالنور، وأشكر تواصلكم دائما معنا وتغطياتكم الرائعة في تلفزيون الشارقة ومحطة الشارقة ومركز الشارقة للإعلام وكل العاملين فيه. وأرحب فيك وأرحب بالأخت نورة أيضا. أهلا وسهلا. زميلة عزيزة، وكنا متعاونين معها أو مع إدارة التخطيط والدراسات بالتعاون مع إدارة الشؤون التجارية في هذا الحدث. صحيح. الندوة الخاصة بالتمكين يوم أمس. صحيح. يعني بداية هذه الندوة، ندوة تمكين المرأة أستاذة أمل، ندوة تمكين المرأة اقتصاديا نظمت من قبل إدارتين، وكان هناك تنسيق مشترك فيما بين هاتين الإدارتين. حكينا عن الدعم، عن التسهيلات التي تقدم للمرأة بشأن تمكينها، سواء من قبل إدارة الشؤون التجارية أو حتى من قبل دائرة التنمية الاقتصادية على وجه العموم. طبعا هو أكيد أي عمل يخرج هو بالتأكيد باسم دائرة التنمية الاقتصادية. نعم. ولا فرق بين كل الإدارات. لا شك. وبالتأكيد هناك حزمة من المبادرات التي تقدمها كل إدارة. هذه المبادرات تقدم إلى فئات مختلفة من المجتمع، وذلك بتوجيهات حكيمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإعطاء الأسرة الإماراتية حيزاً واسعاً من التنمية الاقتصادية. وعليه بالتأكيد وعلى هذه الرؤية الشاملة لسموه قامت إدارة الشؤون التجارية بوضع أهداف استراتيجية لقطاع المشاريع الوطنية، بل إنها مبادرة بدأت برخصة اعتماد وتوسعت إلى أن شملت برنامج ريادة الأعمال الوطنية بفئات مختلفة. وكانت الأهداف الاستراتيجية الرئيسية هي تشجيع رواد الأعمال الشباب على خوض غمار المنافسة. نعم. سواء على المستوى المحلي أو الدولي. الاستراتيجية الثانية هي دمج القطاعات المختلفة لتحسين الرؤية الاستراتيجية والتسويقية لتلك المشاريع بالإطلاع على مستويات مختلفة وتحليل الأسباب واقعيا وقياس الطلب على السوق. هذه الاستراتيجيتين الرئيسيتين تمخضت عن أهداف تشغيلية تبعتها برامج ومبادرات مستمرة مستدامة في برنامج ريادة الأعمال الوطنية. بدأت بتقديم الدعم الحكومي عن طريق ترخيص اعتماد، والتراخيص بحد ذاتها اليوم نمت وأصبح هناك ثلاث تراخيص نوعية تقدم للفئات المواطنين مختلفة، سأحدثكم عنها أيضا. ألا وهي؟ بحدثك عنها بعد ما أنتهي من الأهداف التشغيلية. الأهداف الأخرى إقامة المعارض السنوية والنوعية، تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الريادي والاستشاري، أيضا دعم واستحداث قطاعات تجارية جديدة والمقصود بها خصوصا الأنشطة التجارية الجديدة، حيث كان هناك الكثير من الأنشطة التي تم استحداثها في مبادرات أولى على مستوى الدولة، كاستحداث نشاط الأغذية ونشاط التجميل مؤخرا الحمد لله. يمكن هذا خبر تم خلال الأسبوعين، أو خلنا نقول أحد المبادرات التي تم استحداثها خلال أو الموافقة عليها بالاتفاق مع بلدية الشارقة مشكورين، وتم التوصل إلى اتفاق بمجرد ما أن يتم الإعلان عنها. أكيد راح ننسق يعني زيارة لتلفزيون الشارقة للإعلان ولحث الجمهور في هذا القطاع لي المبادرة والتسجيل. قطاع المواد التجميلية صحيح؟ نعم. نعم. جميل. طيب. صحيح. الحمد لله. أيضا إبراز المشاريع الريادية للمواطنين بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة الاستراتيجية مثل مؤسسة رواد. وأخيرا ورش التوفيق بين الأعمال والورش المتخصصة التي تقدم الدعم التجاري والتوعية التجارية
الأنشطة المختلفة، خصوصا على مستوى التمكين سواء كان المرأة أو الرجل على حد سواء. ولكن بما أن هذه الأيام تصادف التوعية الخاصة بتمكين المرأة بشكل خاص، يمكن اليوم كان في ورشة عمل خاصة بتجارة العطور قمنا أيضا بتنظيمها في سلسلة مبادرات ورش العمل الخاصة بالتمكين التجاري. هناك أيضا مبادرات خاصة بنماذج التطوير، والآن أقدر أقول لك عن موضوع الرخص الأخرى سريعا لو سمحتي. التي تم يعني إبرازها، إبرازها أو استحداثها نتيجة للدراسات المتتالية التي نقوم بها على فئات التي يمكن أن تستفيد من الدعم الحكومي النوعي. صحيح. على سبيل المثال رخصة بيرق الموجهة للرافد التعليمي أو الرافد الأكاديمي لطلاب الجامعات والخريجين. هذه الرخصة تقدم لكل خريج فرصة لكي يبني مشروعا من على طاولة الدراسة. جميل. وقبل الخروج إلى الحياة العملية لربما استطاع أن يحقق بالفعل نجاح ويكون تاجر بحد ذاته، ويستمر في المستوى الاستثماري ولا يحتاج إلى الوظيفة، خصوصا مع تراكم الكثير من أعداد الخريجين في هذه الأيام بلا عمل أحيانا نظرا للكثافة الخريجين في هذه الأيام. احنا بالتأكيد سنسلط الضوء أستاذة أمل عن كثب في الحقيقة على هذه الجهود التي تبذل من دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى كذلك الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية هنا في إمارة الشارقة. أتوجه لك بجزيل الشكر الأستاذة أمل حبش، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية. شكرا على المداخلة. يا مرحبا. عودة لك أستاذة نورة. في الحقيقة هناك شراكات تجمع ما بين دائرة التنمية الاقتصادية والجهات ذات العلاقة كذلك، التي تدعم وتمكن المرأة اقتصاديا وتدعم على وجه العموم المشاريع الريادية. أبرز هذه الجهات التي لديكم معها شراكات، ما هي كذلك أو ما هي فرص التعاون، ما هو نوع التعاون فيما بينكم؟ تم التعاون من خلال الندوة اللي تم تنظيمها مع 4 مؤسسات، منها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد. جميل. وكذلك مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع، وكذلك مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة. تم التعاون والتنسيق مع تلك المؤسسات، وكذلك راح يتم التوسع من خلال التنسيق مع هاي المؤسسات من خلال إعداد الدراسات التحليلية، وكذلك من خلال إقامة المعارض وإقامة كذلك المشاريع التي تساهم على دخول المرأة لسوق العمل بدون أن ما تواجهها أي صعوبات أو معوقات في بيئة العمل. صحيح. ففي لقاءات مستمرة بينه وبين مؤسسات الداعمة لدور المرأة. في اللقاءات هذه دائما تنطرح مواضيع أو القضايا التي تتعلق بالمرأة، ونرفع هاي القضايا أو الأمور اللي تواجه سيدات الأعمال لصناع القرار، في إطار أن يتم اتخاذ قرار لحل هاي الإشكاليات الخاصة. جميل. يعني نحن نعتبرها تحديات في هذا المجال. تحديات. صحيح. جميل. طيب هناك في الحقيقة توصيات خرجتم بها بعد هذه الندوة، ما هي أهم وأبرز هذه التوصيات؟ أهم التوصيات هي أن في بعض المنتجات الخاصة المنتجات الوطنية نطمح أنها تكون من منتجات محلية إلى منتجات عالمية. جميل. من خلال أن نحن نروج لها من عن طريق المعارض. نعم. وال الندوات المعارض الخارجية اللي هي على مستوى خارج الدولة. وكذلك عندنا اللي هي مساعدة سيدات الأعمال في إعداد دراسات الجدوى. وكذلك عندنا اللي هي إعداد منصة إلكترونية لسيدات الأعمال بحيث تحتوي على مشاريعهم وتكون فيها نماذج كذلك يحتذى بها لسيدات الأعمال، ممكن أن يتم الرجوع لها لهذه النماذج. جميل. ولكن على الواقع في الحقيقة هناك مشاركات خارجية من خلال متابعتنا لوسائل الإعلام، بالفعل أنتم بديتوا في هذا. أكيد. الأمر يعني هناك العديد من خلنا نقول يعني رواد الأعمال ممن يشاركوا معاكم على مستوى
دائرة التنمية الاقتصادية أو حتى من خلال مشاركتكم مع الجهات مع الاتحادية خارج الدولة؟ الدعم لدور المرأة صحيح أكيد في مشاركات خارجية وعالمية كذلك مع المؤسسات الداعمة لدور المرأة وكذلك بالنسبة لدائرة التنمية، ولكن نحن نطمح أن يكون تخصيص لسيدات الأعمال لدخولهم حتى اللي هي المنتجات الخاصة فيهم أن يكون لهم نصيب ومساهمة في دخولهم كذلك للترويج الخارجي. جميل، إذا طالبون بكوتة خاصة للنساء في المشاركات الخارجية إن شاء الله. جميل، قبل الختام في الحقيقة نصيحة توجهينها من واقع خبرة، من واقع تجربة، من واقع عمل تخصصي لكل الراغبات في الحقيقة، بما أن الندوة خصصت للمرأة وتمكين المرأة اقتصاديا، للراغبات في فتح مشاريع تجارية، للراغبات في الشروع في هذا المجال، المجال التجاري، مجال ريادة الأعمال. في البداية تحديد الفكرة، تحديد فكرة المشروع، أن تكون الفكرة واضحة، ودراسة السوق من جميع النواحي، وكذلك إعداد دراسات الجدوى من خلال التنسيق مع الجهات المتخصصة لأخذ الاستشارة التي تدعمهم لإعداد دراسات يعني تساعدهم على أساس أن تخطي أي معوقات مستقبلية. صحيح. وكذلك أن يكون في علاقات مع بعض المشاريع اللي هي متشابهة في هذا المجال لكسب المعرفة والخبرة في موضوع المشروع اللي راح ينطرح. جميل، بعد كل ذلك، بعد تجميع كل ذلك والاستعداد، إلى أين تتوجه؟ تتوجه لدائرة التنمية الاقتصادية لفتح الترخيص، سواء إذا كان الترخيص منزلي أو يكون الترخيص اللي هو المعتمد عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية. جميل، سواء من خلال مقرها الرئيسي أو من خلال فروعها المنتشرة بكافة مدن ومناطق أو مراكز التسهيل. جميل، كذلك صحيح، مراكز التسهيل اليوم شريك أساسي معاكم. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. أخت نورة، كل الشكر والتقدير لك على المعلومات التي تقدمتي فيها، والشكر موصول كذلك لدائرة التنمية الاقتصادية. شكراً. إذن مشاهدينا وصلنا للختام، ختام فقرات برنامج أمواسي لهذه الليلة. دمتم في حفظ المولى، وإلى اللقاء.